50 سنة بعمر الأوطان حشد، خاصة بيكون الوطن وطن جذور ودار بالتاريخ مثل لبنان. نحن بعدنا اليوم خلينا نقول عم نعيش عصر يوسف بيه كرم، مش لأنه 150 سنة مش كتار، بس لأنه أيضا أحلام هذا القائد اللبناني الفارس البطل ربما لم تتحقق لغاية اليوم. على فضائل الدعوة شعار البطل يوسف بيه كرم، أضحي أنا ليعيش لبنان. وعم تسأل بعض إذا مش عايشين بعض بنفس المرحلة. شرف يوسف بيه كرم، وفاء يوسف بيه كرم، وأضحي أنا بطل شعار. اليوم أحفاد يوسف كرم الجيش اللبناني. أيها البطل اللبناني الذي توفي خارج أراضي لبنان مع غصة وقهر، بنقول لك بعد سنين في خيال اليوم عم تسعى لتحقيق أحلامك. بكرامة الإنسان، بعزته، بشموخه، بسلامة هالأرض، بحريتها، باستقلالها. تحية لشهداء الجيش. دعوة من القلب إلى كل السياسيين المخلصين، لا يقال للجيش اللبناني نعم ولكن، الجيش اللبناني نعم فقط نعم. هيدا إذا بدكم لبنان يوسف بيه كرم، أما إذا بدكم ما هو مستورد من حالات شاذة غريبة عنا وعن مجتمعنا وعن تراثنا وعن تقاليدنا وعن ثقافتنا، فاطلعوا حواليكم شو عم بيصير.